خطوات حثيثة تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الحياة في مدينة تعز تتمثل ببدء افتتاح المكاتب الخدمية في المحافظة. افتتاح فرع البنك المركزي في تعز جاء كحصيلة أولية لهذه المهمة الرسمية في ظل ما تشهده المحافظة من حالة حرب من قبل الميليشيا، لكنه تحدي يجب أن تمضي به حتى النهاية. بالأمس تلقيت توجيهات من فخامة الأخ الرئيس بفتح البنك وارتباطه مع المركز الرئيسي بعدن. وجود البنك المركزي في محافظة تعز هام جدا ورمزية أن كل المؤسسات الدولة تشتغل الآن من هذه المدينة الصامدة. تأتي هذه الخطوة في استعادة مؤسسات الدولة التي افتقدت عملها في الأيام السابقة، وتأتي هذه الخطوة كأهم خطوة في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمتمثلة على رأسها افتتاح فرع البنك المركزي. خطوة ينفذها الوفد الحكومي بعد أن كان وعد بها خلال الأيام القليلة السابقة، وقد يسهم هذا بحسب البعض في تحسين الإرادة وضبطها بصورة سليمة من أجل إعادة الروح للدولة، وهو أيضا ما سينعكس على حياة الناس. اليوم البنك المركزي وتعز ستعيش مرحلة جديدة في تحصيل الإيرادات، وسينعكس ذلك إيجابيا عليها من حيث الانتعاش المالي والاقتصادي وحركة البنوك، وإن شاء الله تكون بعد ذلك استلام الرواتب بصورة طبيعية وشهرية. البنك المركزي عندما يفتح الآن في هذه اليوم سيضيف نقلة نوعية في تحصيل الموارد المالية، وفي نفس الوقت في تنظيم هذه الموارد وفقا للقوانين واللوائح النافذة. إضافة إلى هذا، فإن فتح البنك يعد شيء أساسي في المحافظة في طريق تفعيل كل مكاتب السلطة المحلية ومكاتب السلطة المركزية. مكتب التربية والتعليم ومدرستان عمر السام والنهضة منشآت حكومية هي الأخرى تم إخلاؤها من قبل بعض كتائب قوات الجيش الوطني وتسليمها من أجل العمل فيها، فيما يجري الترتيب لتسليم بقية المنشآت لتفعيلها. نحن بصدد استلام جميع المؤسسات التربوية والتعليمية. تم في الأسبوع الماضي استلام مدرسة النهضة ومدرسة عمر السام والمكتب الرئيسي لمكتب المحافظة، مكتب التربية بالمحافظة، ونحن أيضا في طريقنا لاستلام بقية هذه المؤسسات التربوية. يرى مراقبون أن توافد الزيارات من قبل أعضاء الحكومة إلى المدينة المحاصرة علامة إيجابية، وإن جاءت متأخرة لكنها تحسب للسلطة الشرعية. خطوات جادة يبذلها الوفد الحكومي في تفعيل مؤسسات الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل السكان، فيما يبقى استكمال تحرير المحافظة وهو الملف الشائك الأهم الآن. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.